التوكيد. أقرأه؟ أقرأ النص؟ صحيح. قال رحمه الله: للفعل توكيد بنونينهما كنون يذهبن واقصدنهما يؤكدان افعل ويفعل آتيا لطلب أو شرطا متاليا أو مثبتا في قسم مستقبلا وقل بعد ما ولم وبعد لا وغير إما من طوال بالجزاء وآخر المؤكد افتح كبرزا واشكله قبل مضمر الليل بما جانس من تحرك قد علم والمضمر احذفنه إلا الألف وإن يكن في آخر الفعل ألف فاجعله منه رافعا غير الياء والواو ياء كسعيا نسعيا واحذف من رافعها تين وفي وهم ويا شكل مجانس قفي نحو خشين يا هند بالكسي ويا قوم خشون وضم وقسم سويا ولم تقع خفيفة بعد ألف لكن شديدة وكسرها ألف وألف انزل قبلها مؤكدا فعلا إلى نون الإناث أسندا واحذف خفيفة لساكن الردف وبعد غير فتحة إذا تقف واحذف وردد إذا حذفتها في الوقف ما من أجلها في الوصل كان عدما وأدي لنها بعد فتح ألف بعد فتح ألف وقفا كما تقول في قفا قفا. قال يؤكد الفعل بنونين هما نون توكيد ثقيلة وتوكيد نون ونون توكيد خفيف اجتمعتا في قول الله عز وجل لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. قال بعضهم الخفيفة أصل للثقيلة وقال بعضهم التأكيد بالثقيلة أقوى. قال بعضهم التأكيد بالثقيلة أقوى. إذا قلت والله لا أقومن أقوى من قولك والله لا أقومن هذا ذكر بعضهم. وقال بعضهم كل منهما أصل يعني لكل منهما أحكاما تخصها. قال رحمه الله للفعل توكيد بنونهما كانوا يذهبن واقصدنهما يذهبن ثقيلة واقصدنهما يؤكدان يفعل فعل أمر فعل أمر يجوز تأكيده وعدم توكيده كما تريد. تقول يا زيد قم أو قوما كما تريد والماضي لا يؤكد والاسم لا يؤكد بدون التوكيد. وشذ قول بعضهم أقائل أحضر الشهود أريت إن جاءت به أملودا مرجلا ويلبس البرودا ولا ترى مالا له معدودا أقائل أحضر الشهود أكد الاسم بنون التوكيد. قال بعضهم الأصل أقائلون أحضرن الشهود وقع فيها حذف ودمج وجاءت بها له الماضي لا يؤكد كليا. وشذ قول البعض دامنا سعدك لو رحمت متيما لولاك لم يغدو للصبابة جانحا شاذ. إذا بقي عندي الأمر والمضارع. المضارع له حالات والأمر لك توكيده وعدم توكيده هو قوله يؤكدان يفعل ويفعل المضارع آتي على طلب طلب والطلب كثير الطلب الأمر طلب مثل النهي مثل لا تهملن والاستفهام هل تحضرن والتمني ليتك تحضرن والترجي لعلك تحضرن والاستفهام إذا لم أكن قلته هل تحضرن هل يكون أنواع الطلب لك في المضارع الدال على الطلب التوكيد وعدم التوكيد كما تريد. أنا قوله يؤكد أن يفعل ويفعل آتي على طلب معروف أو شرطا متاليا أو شرطا أو وقع المضارع الآتي وهو المضارع الآتي لا قيمة المضارع الآتي جاء بعد إن الشرطية المؤكدة بما قوي جدا. تقول في القرآن الكريم قال الله تعالى وإما نرينك إن الشرطية مؤكدة بما ولم تأتي في القرآن كله إلا مؤكدة وإما نرينك وإما تخافن فإما ترين نقول هي شرطة للمتالية أو مثبتا في قسم مستقبلا وقل بعد ما ولم وبعد لا أو جاء جوابا لقسم واتصل بلامه وكان مثبتا مثال ذلك وتالله لأكيدن أصنامكم كلا لينبذن في الحطمة نقوله أو مثبتا في قسم مستقبلا وقل نعم أن يكون مثبتا إذا كان من فيه لا يستأكده مثل والله لا يقوم زيد لا يستأكده لأنه منفي. وكذلك لو فصل كقوله تعالى ولن سوف يعطيك ربك فترضي هذا مفصول اللام فصلت من الفعل بسوف كيف نعرف أنه مستقبل مثل وتالله لأكيد أن هذا دل على الاستقبال لكن لو قلت والله لأكتب الآن لا يجوز توكيده لأنه دل على الحال
واضحة؟ ومثبتا في قسم وقل بعدما يقل توكيد المضارع بعدما، مثل قول العرب بعين ما أرينك، بعين ما سمع في العربية قليل. وبعد لا مثل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وقل بعدما ولم، وبعد لا وبعد لم أقل، مثل قول الشاعر قال يحسبه الجاهل ما لم يعلم شيخا على كرسيه معمما، وكان وهو أقل من ما ومن لا، لأن الفعل بعد لم ماضي المعنى، والماضي سبق تقرير أنه لا يؤكد أصلا. فيكون المضارع له خمسة أحكام في التأكيد. وجوب التأكيد، وذلك إذا كان جوابا لقسم واتصل باللام وكان مثبتا، إذا تحققت الشروط في الفعل المضارع يجب تأكيده. الثاني قريب من التأكيد، نعم، مثال هو تالله لا أكيدن أصنامكم، تالله لا أكيدن أصنامكم، وقع جواب لقسم واتصل بلامه ومثبت ومستقبل والله لا أكيدن. هذا وجه التأكيد. الثاني قريب منه وهو الواقع بعد إن الشرطية المؤكد المؤكدة بما، مثل وإما ترين فإما ترين من البشر أحدا، ولم يأتي في القرآن كل إلا مؤكدا، وجاء في غير القرآن قال فإما تريني ولي لمة فإن الحوادث أودى بها، جاءت في ضرورة الشعر غير مؤكدة. الثالث الكثير وهو ما كان طلبا، مثل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ولا تحسبن الله غافلا عما طلب كثير وقليل، وهو بعد ما ولا قليل. والخامس يكون أقل وهو بعد لم. والسادس أن يكون ممنوعا، وذلك إذا كان جوابا لقسم ولم يستوفي الشروط، إما دل الحال مثل والله لا أقوم الآن دل الحال، أو والله لا أقوم منفي، أو فصل كقوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. إذن أنواع المضارع بالنسبة للتأكيد ستة، وها فما نقوله وقل بعد ما ولم وبعد لا وبعد وغير إما من طوالب الجزاء. طوالب الجزاء هي أدوات الشرط، يقل تأكيد المضارع سواء وقع فعل شر أو وقع جواب شر. قال من يثقفن منهم فليس بآئب أبدا، من يثقفن أكد المضارع بعد إحدى أدوات الشرط وهو وقع في المثال فعل شر، هذا قليل، أو وقع جواب شر. فمهما تشأ منه في زارة تعطيكم، ومهما تشأ منه في زارة تمنع، وقع جواب الشر وهو قوله تمنع. أنا أقول وبقل بعد ما ولم وبعد لا وغير إما من طالب الجزاء. قال رحمه الله وأخيرا المؤكد افتح كبرزاء، الفعل المضارع أو الفعل المؤكد عموما يجب فتح آخره، نون التوكيد لا يأتي قبلها إلا فتح. وسبق تقرير هذا. قال وأعرب مضارعا إن علي من نون توكيد مباشر ومن نون إناث. هذا معنى قوله وأخي المؤكد افتح كبرزاء. واشكله قبل مضمر اللين بما جالس من تحرك قد علما، إذا كان قبل الواو اشكله بضمة، تقول ولا يصدنك عن آيات الله، حذفت الواو وأبقيت الضمة دليل عليها، وتقول يا هند لا تقومن، حذفت الياء وأبقيت شكلا قبلها مجالسا لها. هذا ما نقوله، هذا ما نقوله كله ضمن الرفع، الواو والياء والالف الاثنين ضمع الرفع، واو الجماعه وياء المخاطبه والالف الاثنين كله ضمع الرفع متصله. هذا معنى قولي واخر المؤكد واشكله قبل مضمر الليل بما جالس من تحرك قد علم، يجانس الواو الضمه ويجانس الياء الكسره والالف الفتحه، والمضمر احذفنه اذا كان واو او ياء، ولا يصدونك حتى الواو، لا تقومن حتى الياء الا الالف فلخفتها ابقها. قال ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. نقف هنا. وإن يكون في آخر الفعل